خلينا بس الأول نشوف أستاذ يوسف سؤاله لكابتن صديق. كابتن صديق، علمنا منذ 4 أيام كابتن صديق أنت تعبان؟ لا، هو أنا يعني من 3 4 شهور كنت طبعا يعني صحابي وكابتن حمادة والناس القريبين مني كانوا يعني كنت عندي شوية تعب كده، وبعد كده الحمد لله اكتشفت من فضل نعم ربنا عليا ان هو طلع ورم حميد في غده النخاميه للمخ، وابتديت اتعامل معاه والحمد لله شغال في العلاج يعني. ومفروض في اول اغسطس او في نص اغسطس هعمل برضو شويه اشعاعات وتحاليل كده عشان اطابق اللي انا عملته في فبراير. لكن الحمد لله كله تمام يعني. الحمد لله يعني انا رايح لل لا اصل قامت الدنيا وما قعدتش وكابتن صديق ومريض وتعبان. بص هقول برضو من خلال الموقع المصري اليوم، طبعا لازم اقول كل حقيقه. اتفضل. الحقيقه يا ريت نعرفها من اولها لاخرها بقى عشان الناس واللغط يعني. لا الحقيقه ان انا طبعا انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت دي، اقرب الناس بس هم اللي يعرفوا ان انا كنت تعبان. اكتشفت ان في ورم في الغده النخاميه للمخ، لما عرفت ان هو حميد طبعا حماد ربنا كتير الحمد لله، وما كانش في اي حاجه يعني، ما فيش استدعاء ان انا اقول للناس ان انا تعبان وان انا اقول ان انا مريض والكلام ده. اتعاملت عادي خالص، الدكتور قال لي اتعامل عادي على فترات، وبعد كده تلعب رياضه، وبعد كده هتاخد جرعات دوائيه طبعا مش جرعات، وبعد كده هنعمل في اخر اغسطس او في نص اغسطس هنعمل مقارنات بالحاجات اللي احنا عملناها في البدايه كاشعاعات وتحاليل. المهم انا كنت في احدى البرامج، وبعدين كان مطابق مع مشكله عماد طبعا ربنا يشفيه من خلال ربنا يشفيه ويعافيه طبعا ويشفيه كل مريض. العمده طبعا حد جميل وحد محترم ومؤمن زكريا طبعا ومؤمن ومحمد عماره وكل ربنا يشفي كل مريض يا رب يعني. فهي بتسالني يعني سؤال عادي يعني، بتقولي هو انت فين الفتره اللي فاتت؟ فانا قلت لها انا كنت تعبان يعني، كنت تعبان الفترة اللي فاتت وكنت قافل على نفسي شوية، لكن أنا بظهر يوميا في الموقع وكل النشاط موجود فيها والموضوع كده خلص على كده. فهي بتسألني بعد كده إيه يعني إيه نوع المرض يعني، فقلت لها يعني كذا 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 اللي إحنا حكيناه دلوقتي. فطبعا ده كان مع وقت حمادة العماد مذهب في نفس اليوم ده أو بعديها بيوم، فهي طبعا معرفش كده يعني، هي تشكر برضو يعني في الاول وفي الاخر هي تشكر يعني. انتوا بتقولوا زعلانين على عماد، طب ما كان في زميل ليه برضو من 3 4 شهور بس هو ما رضيش يقول، والموضوع انتشر على هذا الاساس ان انا ما حدش كان واقف جنبي، ما حدش بيكلمني، لكن انا الموضوع بالنسبه لي مختلف تماما عن عماد يعني. فعماد علشان بيظهر كتير في التلفزيون وبيظهر كتير في الاعلام فالناس بتسال فين عماد، لكن انا يعني انا مسافر على طول ومش متواجد في مصر عشان كده الناس مش مركزه قوي معايا. فبس هذه كل الحكايه يعني. الف سلامه. الناس بتحبك يا صديقي. الله يسلمك. الحمد لله. فعشان كده الناس زعلت عشانك، وان شاء الله باذن الله انت طمنت الناس وان شاء الله تبقى الامور زي الفل باذن الله. ربنا يبعد عن الناس كلها الاذى والمرض يا رب. ان شاء الله. الف سلامه عليك يا كابتن. الله يسلمك.